مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة بلاد سعيد بلقائكم وخدمتكم في هذه الأمسية في البلاد اليوم، كذلك للحديث والعودة لتصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم أمس كما كنا قلنا، وين واصل لقاءاته مع الصحافة الوطنية، وكان يعني هذه اللقاءات هذه أصبحت يعني التزم بها رئيس الجمهورية وكان وعد بها والتزم بها، أصبح يخاطب الشعب الجزائري من خلال لقاءه مع وسائل الإعلام لمصارحتهم ومكاشفتهم كذلك بما ينبغي أن يعلموا كجزائريين يهتمون بتسيير الشأن العام، إضافة إلى تقديم التوجيهات الكبرى ويعني الرؤية التي ينبغي أن تسير عليها الجزائر. إذن اليوم البارح كنا تكلمنا شوية على بعض التصريحات اللي كان أطلقها رئيس الجمهورية، واليوم نعود نقوله إلى جوانب أخرى عندها أهميتها، كذلك قضية يعني علاقة الجزائر بإفريقيا وجودا وعدما، نستعمل المصطلح تاع أصول الفقه، يعني وجود إفريقيا والجزائر علاقتهم وجودا وعدما، تكلموا على دور الجزائر كذلك في البحر الأبيض المتوسط، نتكلموا على مسألة البيروقراطية، نتكلموا على الجامعة العربية وما ينتظر من الجزائر، نتكلموا على علاقة الجزائر بفلسطين بدول الجوار كذلك، إضافة إلى قطاعات أخرى على غرار الفلاحة، ثم ممكن نزيد نتناول كذلك قضية الشراكة مع الإيطاليين والتي أصبحت فعلية، إضافة إلى الأتراك. اليوم ضيفي راح يكون كذلك نائب من البرلمان سيد مسعود قصري ونائب عن جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني. أستاذ مسعود مساء الخير، مرحبا بك على قناة البلاد. شكرا أستاذ محمد، شكرا أولا على الدعوة، وأنا مسرور جد مسرور معك في هذه الحصة لإطراء هذه النقاط كلها. يوم أمس كان عندي زميلك في البرلمان اللي هو على البوثلجة وقال لي سيد محمد احنا ما شفناش الحوار، خلينا نشوفوا الحوار، كنا تناولنا بعض النقاط اللي كانت فيها بعض المقتطفات من حديث الرئيس، ولكن الآن نشفنا كل الجزائريين شافوا الحوار وأصبح الجزائريون يعني يتابعون حوارات الرئيس ويهتمون لذلك. قراءتك الأولية، خلينا نبدأ بالقراءة الأولية تاعك لهذا الحوار هذا ثم ننطلق في النقاش. فعلا الأستاذ محمد، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم، من خلال كنوجه التحية لكل الجزائريين والجزائريات عبر قناة البلاد. فعلا تعتبر الاتصال بوسائل الإعلام هي وسيلة حضارية لنقل انشغالات المواطنين وتساؤلاتهم كذلك على الساحة الوطنية، من خلال ربما ما عودنا عليه السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال اتصال بوسائل الإعلام وجعلها قدوة حميدة لكي يعرف الجزائريون والجزائريات من خلال مصارحتهم ومكاشفتهم بالتصريحات السيد الرئيس وعرض الخطوط العارضة لبرنامجه، وكذلك ربما لإسقاطه على الواقع من خلال 54 نقطة التي تعاهد بها أمام الجزائريين والجزائريات من خلال حملته الانتخابية. هذا التعهد بالفعل سيطبق على الواقع من خلال كل تلك النقاط. من خلال ما لاحظناه كلها ربما ثلاث محاور اللي تجذب الانتباه، سواء في الشق الاجتماعي في الشق السياسي وكذلك في الشق الأمني اللي تناولها السيد الرئيس. تناول كل هذه النقاط كانت هناك تساؤلات كثيرة وكثيرة جدا للجزائريين والجزائريات. تناول الشق السياسي من خلال ربما أنه تحدث عن التغيير الحكومي اللي يعطي جرعة أخرى وكذلك طاقة أخرى، وكذلك من ناحية التقييم الجانب كذلك ربما الاقتصادي والاجتماعي اللي من خلال تحدث عن النقطة الاستدلالية لرفع ممكن النقطة الاستدلالية وقضية رفع الأجور وربما لكي يعيش المواطن الجزائري بكرامة. تحدث كذلك ربما على كل ما هو يخلي ربما تماسك الأسرة الجزائرية ولم الشمل الجزائريين والجزائريات من خلال النقاط التي ربما بقت تساؤلات لما طرح موضوع لم الشمل على الجزائريين والجزائريات، ربما تساؤلات كثيرة، أي لم الشمل، أي مصالحة، أي ربما كل هذا طرحها السيد الرئيس كان وضح هذه النقطة للجزائريين والجزائريات من خلال ما ترتبت عنه سنوات التسعينيات، وكذلك لم لحمة الجزائريين والجزائريات، هذا يتم عن طريق تقوية الجبهة الداخلية، اللحمة الداخلية لمواجهة التحديات الأخرى. المسألة هذه أستاذ مسعود في قضية يعني
هل المسألة بالذات قضية اللحمة والمشمل الجزائريين؟ رئيس الجمهورية ركز على واحد المسألة مهمة جدا، قال بأنه هو كرئيس حريص على بقاء الدولة قوية، يعني قوة الدولة، قال بأنه الدولة التي لا تستطيع حماية شعبها ترى لها مشاكل، تقع في مشاكل. فركز شعورك أنت، هل أو كيف تقرأ تصريح الرئيس لدى المواطن الجزائري اللي يشعر أنه عنده دولة تحميه؟ أهمية صريحك هذا في توطيد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. أكيد السيد الرئيس استعمل قال ربما دولة قوية، نظام قوي عادل، ليكون عادلا، لأنه الدولة لا ينبغي كذلك، أو وسائل الدولة لا يجب أن تستغل للتجبر أو فرض شيء معين على المواطن. ولكن اللي قال سياق الحديث اللي ذكره السيد رئيس عبد المجيد تبون تكلم مثلا ذكر هذه المسألة هذه في قضية الاعتداء على الملكية العمومية، أكيد تكلمها في قضية البيروقراطية، تكلمها في قضية الحريات، تكلمها في قضية الناس اللي عندهم قضايا في العدالة. هنا قال بأنه الدولة قوية، يعني حتى ولو يكون عفو أو يكون الدولة تبقى قوية، أهمية التأكيد على قوة الدولة كيف تقرأه أنت أستاذ مسعود وتأثيره على التماسك الاجتماعي؟ أكيد السيد الرئيس استعمل حتى عبارة كل ربما الناس دايرين دولة في رأسهم وحدهم، هذا منطق آخر. إحساس الجزائريين والجزائريات ربما بهذا الخطاب، وإحنا كمواطنين جزائريين أولا وربما كسياسيين القراءة نتاعنا تكون أولا سياسية وبعدها تحسوا كمواطن جزائري، لما انشغال المواطنين أن السيد الرئيس عنده إحساس بالمواطنين. سامحني أستاذ، لأنه هناك أنا كثير ما ألتقي بالجزائريين، وأنت تلتقي بالجزائريين، أنت نائب في البرلمان ولكن تتسوق، تروح للسوق، تشري عند التاجر، تروح للملعب، للمسجد، للمستشفى، مواطن جزائري. نعم هذا، ولكن داري تلاقى مع ناس يقول لك والله غير أنني حير في الجزائر، كل واحد داير دولة في راسه ويقولها استنكارا لهذا الشيء. صح، فعلا فعلا الأستاذ محمد قادر إنسان ما موجود في ربما في أنجيشي الاستقبال قادر ينفر المواطنين والمواطنات من الدولة، قادر الإنسان هذا يتضمر من خلال تصرفاته الفردية الموجودة، اللي ربما أنه هل عدم وعيه بالقانون، هل عدم وعيه بالمسؤولية اللي راه موجود فيها، كل هذا ربما يخلي المواطن الجزائري. احنا الشيء اللي يهمنا أن المواطن الجزائري يعيش يومياته في أريحية كاملة متكاملة، عيش كريم، يقضي حاجاته اليومية وهو مرتاح ومرتاح جدا، في كنف الاحترام والاحترام المتبادل. ثاني انت كمواطن ما تجيش تدير انك تحب المشاكل نتاعك كلها تتحل في ساعة وفي ساعتين، يعني كل شيء له مكانه وبالتالي يعطي الحلول المناسبة في الوقت المناسب. هذا هو الشيء اللي لازم نعرفه الجزائريين والجزائريات. من خلال ربما ان السيد الرئيس ركز على امور كثيرة من خلال لم الشمل الجزائريين والجزائريات، لانه الان اذا ما تفهمتش انا ياك يستحيل أنه نقدر نمشيه 10 أمتار. لازم أن تكون لحمتنا وتكون تفاهمنا على المواضيع الكبرى، على الأشياء الكبرى، على النقاط اللي راهي مشتركة والمحاور الرئيسية اللي رايحين نمشيه فيها. قال إحنا هنا ورانا رايحين، لما نعرف اتجاهنا وأهدافنا وسائل التنقل لهذا الشيء ربما نكون متماسكين ونكون نوصله في مكائس، في أمان وفي استقرار لتلك النقطة التي نريد الوصول إليها. نجيك ربما إحساس المواطنين والمواطنات عطى طمأنينة كبيرة للجزائريين والجزائريات، خاصة من قضية أن العيش الكريم الجزائري اليوم راه كذلك ربما من خلال الناحية الاجتماعية، أن كثير من الجزائريين والجزائريات تأثروا من خلال رفع الأسعار التي هي ليست على الجزائر فقط، بل هي نتيجة ربما تأثير للأسعار العالمية، وهذا لا يعرفها كل الجزائريين، لأنه هناك ارتفاع في الأسعار وارتفاع جنوني في بعض الأسعار، وهذا منعكس على السوق الجزائرية، وبالتالي كثير منهم ربما لا يعلم
أن سعر التنقل ربما ارتفع، أن سعر الإنتاج ارتفع، أن سعر الكهرباء في الطاقة أو الطاقة في البلدان المصدرة ارتفع، وهذا ينعكس مباشرة على المستهلك مباشرة. الجزائري اليوم يعيش أنها ربما أزمة، ربما ما نقولش أزمة، ولكن ربما أن أمور صعبة جدا من ناحية المعيشة على المواطن البسيط. سيد الرئيس فطن وربما قال أن فيه مراحل، لا يمكن أن نرفع الأجور هكذا مباشرة كقراءتنا احنا كسياسيين، لأننا نعلم نقول نقدر نقولوا بلي نرفع الأجور، ولكن عبر مراحل متعددة بدراسة متأنية بميزانية يجب أن نعرف من أين تأتي هذه الأموال لكي نوظفها لإضافة الأجور، لأن الكتلة ربما كتلة الأجور هي مهمة مهمة جدا بالنسبة للجزائريين في من خلال الميزانية. وبالتالي اليوم كان كذلك السيد الرئيس أنه ربما أعطى طمأنينة للجزائريين بأنه نعيش في هذه السنة ربما فيه فائض من الميزان من القيمة المالية. في بداية ربما بداية الحصة قلت لك أنك هناك تجاوب، هناك ربما تفهم لمطالب الجزائريين والجزائريات، وبالتالي السيد الرئيس أثر كثير من النقاط اللي جاوبها من خلال انشغال المواطنين والمواطنات، المواطنات والمواطنات يتناقشوا في الترامواي، يتناقشوا في الحافلة، يتناقشوا في المقاهي، يتناقشوا في كل مكان. الجزائريين والجزائريات يعرفوا المشاكل هذه ويتحدثوا عليها في أي مكان، وبالتالي توصل للسلطات العليا هذه المشاكل اليومية. أكيد أن نوقف على بعض النقاط وهي مهمة مهمة جدا. هناك ذلك مسألة أخرى أستاذ مهمة جدا، وهو أنه حقيقة الجزائري المواطن البسيط يهمه عيشه اليومي، يهمه أن يعني يعيش العيش الكريم، ولكن هناك واحد الأدوار هكذا اللي ينبغي للدولة أن تؤديها حتى يعيش كذلك هذا المواطن عيش كريم. العيش الكريم مش غير أجرات تديها راس شهر وانت تسمى تعيش معيشة، ولكن الدولة عليها أن تؤدي أدوار، من بينها الأدوار اللي تكلم عليها يوم أمس رئيس الجمهورية في إفريقيا وفي البحر الأبيض المتوسط. قال بأنه دور الجزائر في إفريقيا مهم جدا وينبغي أن تؤديها على أكمل وجه، كذلك في البحر الأبيض المتوسط. فعلا أستاذ محمد، إحنا كنا نتحدث على ربما الجبهة الداخلية ما يجب أن يكون، نتحدث على الاستقرار سواء اجتماعي سياسي أمني، كل هذا ينعكس. إحنا ما نقدروش نمشيو للخارج بدون ما نكون إحنا أولا نعيشوا ربما لتقوية أو تمتين الجبهة الداخلية. صحيح. استقرار داخلي، طمأنة المواطنين والمواطنات، وبالتالي نبحث كلها هي الدولة كلها كامل متكامل سواء السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية أو على جميع القطاعات. اليوم احنا ربما ذكرها سيد الرئيس أنه قال في بعض البلدان قالوا لنا وين كنتوا انتوما، ربما احنا صحت ربما أتت علينا مرحلة تغييب أو تغيب سميها، غبنا على الساحة الإفريقية وخلينا الأخرين الآخرون يعرفوا وزن الجزائر، يعرفوا وزن الجزائر، دور الجزائر. احنا دورنا دور كبير في إفريقيا من خلال سواء ربما المساعدات المباشرة أو الغير مباشرة، من خلال ربما الذهاب إلى إفريقيا من أجل المصالحة الإفريقية الإفريقية خاصة بين إثيوبيا وإريتريا، كان هناك تدخل جزائر مباشرة، وبالتالي إحنا مقبولين لدى لنا قابلية، المصطلح الصحيح، لنا قابلية للأفارقة من خلال باحترام كبير جدا من قاماتنا ربما نذكرها اللي كانوا على مستوى إفريقيا كلها، وبالتالي أعطوا الصورة التي يمكن أن تؤديها الجزائر كدور محوري في إفريقيا. الرئيس يوم أمس ما ذكرش غير المسائل هكذا سياسية ودبلوماسية وكذا، ولكن تكلم عن الأفعال، قال بأنه الآن هناك خط بحري مثلا بين الجزائر ونواكشوط، بين الجزائر ودكار. نعم إيه؟ وقبل سنوات يعني منذ الاستقلال ما كاش يعني، فهناك طريق الوحدة الإفريقية لا يمشي، هناك الأنبوب تاع نيجيريا النيجر الجزائر، هناك شراكات مع هذه الدول. هذه أفعال يعني العلاقة بين الجزائر بين الجزائر وإفريقيا. ألا ترى أنه في خطاب الرئيس يوم أمس أو تصريحاته يوم أمس أراد القول أنها لم تبقى مجرد شعارات ترفع فقط، بل اليوم حتى استعمل عبارة قال اليوم العالم محكوم بالاقتصاد يعني بالتجارة بالمال، فعلاقة دولة بدولة ينبغي أن تبنى بالعلاقات الاقتصادية والتجارية وغيرك. هذه النقلة في العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ودول الجوار ودول إفريقية كيف تقرأها، كيف تنظر إليها أنت كنائب في البرلمان أستاذ قصر؟ والله يا أستاذ احنا قبل ما نطرق لك لهذه النقطة، النقاط اللي تعرشت عليها على إفريقيا، هو سيد الرئيس
قال بعد 60 سنة من الاستقلال ما عندناش خط بحري بيننا وبين السنغال اللي انطلق مؤخرا. قبل هذا كل شيء حدثنا ربما حدثين هامين جدا في الجزائر اللي هما ربما على مستوى الجزائر هامين وهامين جدا الاقتصاد الوطني، اللي هو ربما قضية أنه الاتفاق اللي يقع بين الدول الثلاث بين الجزائر والنيجر وكذلك نيجيريا من خلال مرور الغاز إلى أوروبا عبر الجزائر، هذه مهمة مهمة جدا، لأنه هناك ما نقولش منافسة ولكن هناك ربما تدافع بعض الدول وربما إعطاء صبغة أخرى لهذا الأنبوب لأبعاد أخرى. وبالتالي الجزائر اليوم من خلال تدشين أو إبرام هذه الاتفاقية مع ربما هذه الدول أعطى مصداقية أكثر للدولة الجزائرية من خلال تعاملها مع الأفارقة واحترام متبادل بيننا وبين الأفارقة. الحدث الآخر اللي هو غارج بيلات، ربما تدشين غارج بيلات بالحجم اللي راه موجود فيه، بالسعة اللي راه موجود فيها، بقيمة الإنتاج، شراك الإخوة الصينيين أنا دخلنا في شراكة معهم، هذا كذلك حدث كبير وكبير جدا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني يجب أن نعرج عليه، وهذا يحسب على اليوم القيادة اللي راهي موجودة اليوم، أن اليوم وبقى فعل وليس بالأقوال. هذا ذكرني أن ربما لما قلت أننا نذهب إلى الأفعال وليس الأقوال، اليوم أننا ننطلق من أحسن لا ننطلق، ننطلق متأخرين من أحسن لا ننطلق. ربما أننا تأخرنا في اتصالنا بإفريقيا، ربما غيبتنا المرحلة التسعينية أو العشرية السوداء اللي عشناها، ولكن اليوم ندارك ما فاتنا من ربما مواقف سياسية اللي هي كلها ربما حتى تصحيح نظرتنا للعلاقات مع إفريقيا ومع دول البحر الأبيض المتوسط، وهي أن نرتقي بها أستاذ من مجرد شعارات والدعم والسياسة والتصريحات الدبلوماسية الجميلة واللي تعبر عن الأخوة إلى آخره، إلى فعل، إلى استثمارات، إلى اقتصاد، إلى تجارة، إلى تبادلات وغيرها من المسائل. هذه المسألة اللي كانت نقطة تحول في تصريحات الرئيس يوم أمس، يعني لما ذكر مسألة مثلا الخط البحري بين الجزائر وداكار، يعني عيب بعد 60 سنة ما عندناش خط بحري وإحنا أفريقيا تربطنا بهم علاقات كبيرة جدا. إحنا يعني العلاقات التاريخية مع أفريقيا عميقة وعميقة جدا، هو ارتباط وثيق بانتمائنا الجغرافي لأفريقيا، لأنه حبينا ربما إحنا موقعنا الجيوسياسي يعطينا سواء في قضية البحر الأبيض المتوسط في شمال إفريقيا كربما امتدادنا لإفريقيا، كل هذه تعطينا نوتر افونتاج بالنسبة لموقعنا هذا الجيوسياسي يجب أن نستغله فعلا. العبارات الرنانة والجميلة وكلها أنها شيء جميل جدا، ولكن هذا حاجة مليحة، ولكن هذه تحتاج إسقاط على الواقع. ما نبقاوش نضروا في العبارات الرنانة وإحنا أعظم دولة وإحنا أكبر دولة، ولكن نخليهم في أنفسنا منعزلين على العالم اللي يحيط بينا، وخاصة نبدأ بإفريقيا اللي هو فيها ربما هي مستقبل الاستثمار. ربما لاحظت مؤخرا مجيء روسيا، مجيء الصين، استقطاب الأتراك، كلها ربما تأتي إلى إفريقيا لأن ما زالت فيارج صادرة لفيارج. أستاذ، هؤلاء يعلمون أن الجزائر هي بوابة إفريقيا، يعني ما عندوش منين يدخل أكيد إفريقيا. الصين لما جات من خلال ميناء الحمدانية في شراكة جزائرية من خلال ميناء الحمدانية لدخول البوابة الإفريقية، تعرف من أين ربما تأكل الكتف، هي تعرف كيف تدخل إفريقيا عن طريق الجزائر، وبالتالي هذا يعطيها قيمة اقتصادية أخرى لتصدير سلاحها الموجودة ربما في شراكة جزائرية، وبالتالي هذا خط آخر أو ربما قنوات أخرى للذهاب الاقتصاد. الاقتصاد ليس وحده فقط صحيح أنه هو العمود الفقري، أنه هو العصب الكامل اللي ممكن أنه يخليك، ولكن كذلك على علاقاتك الدبلوماسية والسياسية وكذلك ربما تواصلك مع الآخرين، هذا يعطيك قوة، يزيد يقويك، يعطيك تقوية أخرى. أن اليوم كن من صادقكش وكن من مشيش معاك ما بتقدرش تمني وندير معك شراكة. اليوم أولا لازم نربحك سي محمد، قال ودي كيفاش نربحك؟ أنك تربح ثقتي أولا، تعود ثق فيا، حتى لما ثق فيا أنا تمشي معايا باش نمشي، وربما نديروا مسائل تجارية أو مسائل ربما شراكة سواء قصيرة المدى أو بعيدة المدى. إحنا يلزم اليوم نديروا دبلوماسية، سواء الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية البرلمانية أو الدبلوماسية الاقتصادية، كلها داخل اللي خلقها السيد الرئيس مؤخرا، اللي خلقها أنها تتصل في العالم الآخر. اتجاهنا اليوم لإفريقيا من خلال استقطابها كل هذه المشاريع اللي موجودة على مستوى الواقع، أن اليوم تعطي ديناميكية أخرى، يجب أن نتماسك في بعضنا البعض، أن وبالتالي نقوي أنفسنا ونقوي دولتنا لك
كي نعطي دافع آخر للاستثمار في إفريقيا، لأن ما زالت هي مساحة ومساحة كبيرة جدا للاستثمار. صحيح أستاذ، هناك مسألة أخرى. يوم أمس يعني في الحوار رئيس الجمهورية يوم أمس رد على بعض أصوات يعني اللي وكأنها استغربت، انتقدت، استصغرت احتفالنا بستينية الاستقلال يعني، وتكلم في علاقة الجزائريين مع جيشهم وعلاقة الجيش مع الجزائريين. والله السيد الرئيس حتى من باب الاستغراب قال ما لا يحق لنا أن نحتفل بعد ربما 30 سنة ما احتفلناش احنا، بمعنى أن الأمن مهما كانت جميع الدول أنها تسعى لتقوية أمنها وتقوية جيشها، هذا أمر طبيعي، ولكن لا يعني أن ربما التساؤلات التي طرحت من هنا وهناك على هذا الاستعراض اللي كان كبير وكبير جدا، ربما 30 سنة ما لم نحتفل، لم يكن هناك استعراض عسكري، اليوم بعد 30 سنة كان استعراض كبير وكبير جدا. هذا ما يدل على ماذا؟ ما يدل على أن قوة الاستعراض قوي وقوي جدا. لما تلقى رد فعل من هي أنه ينتقدك وينتقدك على الاستعراض، هذا حقنا الطبيعي أننا نوري قدراتنا، نعطي، وليس بمعنى أننا راح نتعدوا على الآخرين. هذه قدراتنا ويجب نقويها باحترامنا الكل، والجزائر معروفة أنها تحترم كل المواثيق الدولية في جميع المحافل الدولية، احنا محترمين جميع المواثيق الدولية، وقلنا الجيش ما سبقش انه خرج من حدود حتى اخر يعني. ربما حتى اخر الا الدفاع عن الدفاع عن محيطنا وعن انفسنا، وهذا حقنا وحقنا الطبيعي ولا يلومنا في اي احد. حتى ربما في التعديل الدستوري الاخير لما قلنا نخلي جيشنا يذهب الى الخارج بشروط معينة، وقلنا يروح الا في مهمات الامم المتحدة وتمر هذه كلها عن طريق البرلمان الجزائري، وبالتالي وضعنا بعض القيود ما يروحش هكذاك الجيش هكذاك للبرا. ولكن هذا الجيش يجب اليوم، خليني نكمل النقطة برك، من خلال لحمة الجيش وكذلك وشعبه. أستاذ نولي وليها هذه، ولكن بعد الفاصل إذا كنت كرمت، لأنه هناك نقطة مهمة في هذه المسألة هذه، وهي قضية يعني قرب الجيش من الشعب. يعني لما المواطن الجزائري شاهد هذاك الجندي العسكري الضابط يستعرض أمامه يعني قدراته وفنياته وغيره، تركت إحساس وشعور لدى الجزائريين. هذا اللي ماذا بينا نتكلم عليه بعد الفاصل إذا كنت كرمت. إذن مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نواصل النقاش، بقوا معنا فضلا وليس أمرا. إذن مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من البلاد اليوم. نحن دائما في الحديث حول تصريحات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يوم أمس، ونحاول أن نقرأها، نحاول أن نفهم أبعادها وأن نستشف مضامينها يعني والمغزى منها، من خلال ضيفنا الكريم سيد مسعود قصري، وهو نائب في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني. أستاذ مسعود كان قبل الفاصل يتكلم على مسألة الاستعراض اللي كان رئيس الجمهورية عرج عليها يوم أمس، يعني وهو يتتبع ما يقال هنا وهناك من يعني قلة جزائرية في الجزائر، وبطبيعة الحال حتى في الخارج هناك من استكثر علينا يعني نحن الجزائريين أن نقوم باستعراض في ستينية الاستقلال، وكانت الاستعراض يعني ترك أثرا طيبا لدى الجزائريين كمواطنين الذين افتخروا بجيشهم وافتخروا ب ما يمتلك هذا الجيش من يعني احترافية ومن وسائل وإمكانات متطورة جدا، وكذلك من عقيدة هذا الجيش يعني من خلال التصريحات ومن خلال الكلام اللي كان يرافق ذلك الاستعراض، كنا نسمع ويعني نتابع لعقيدة هذا الجيش الوطني الشعبي. أستاذ مسعود، أنت قلت بأنه ترك أثرا كبيرا عند الشعب الجزائري، كنت حاب تزيد تفصل في هذه المسألة هذه. طيب تفضل.
كنا نتكلم على ربما أن الاستعراض كان قوي قوي جدا، وبالتالي أعطى ردة فعل من سواء من اللي يحبوا الخير لهذا البلاد أنهم استحسنوا الشيء اللي موجود من خلال القدرات المادية والبشرية التي استعرضت، وهذه أغلبية يعني الشعب الجزائري، إلا الذين ربما يتشفون في وينكرون على الجزائر كل ما هو جميل، كل ما هو قوي، كل ما هو، هذه هي التي أتت من أنتهم الانتقادات. أن يحق لنا كجزائريين وجزائريات أن نعرف قدرات جيشنا سواء التركيبة البشرية والمادية اللي ممكن أنها يتباهى بها الجزائريين والجزائريات، وهذا ليس بمعنى آخر أننا ربما نستعرض على آخرين، ولكن هذا حقنا الطبيعي. دول لا تحترم كيلا بقدر قوة جيشك. أكيد يعني هذا في التاريخ، ربما التاريخ علمنا أن الدول لا تحترم إلا بقوة جيوشها، وبالتالي هذا حقنا وحقنا الطبيعي أن نبين كذلك اللحمة ربما اللي ظهرت من خلال هذا الاستعراض، وهي قوية وقوية جدا. وأنا أتذكر وكنت يوم في البلاد كانت درجة الحرارة قوية وقوية جدا، وبالتالي لم هذه تخلي الجزائريين أنهم يبقوا مكثين في بيوتهم، وبالتالي خرجوا عن هبة واحدة عن بكرة أبيهم لرؤية ربما أبنائهم وبناتهم، لأن الجيش الشعبي الجزائري هو أبناء كل الجزائريين والجزائريات الموجودين سواء في المدن الكبرى، في المداشر، ربما في الأرياف. هذا هي تركيبة الجيش الجزائري، وبالتالي هناك لحمة كبيرة بين الجيش وشعبه، وبالتالي بمعنى أن ارتباط آخر بين العائلات اللي ممكن أبنائها اللي راهي موجودة هي في الجيش، وترى ربما ما هو موجود على من خلال تلك الإمكانيات التي استعرضت في ذلك اليوم، خلت الجزائريين أنهم يفرحوا، أنهم يتفاخروا بكل ما هو كل ما هو ربما شيء جميل الذي استعرض أمامنا كنا كجزائريين، وجعلهم يعني يفتخرون أنهم جزائريين. أكيد يعني ترجع الفخر لنا. وما ننساوش في ذلك اليوم كذلك في المنصة جلس الرئيس الفلسطيني وقائد الرئيس التونسي قيس سعيد، شخصيات كبيرة وكبيرة جدا كانت حاضرة للاستعراض، حتى هذا من الناحية الخارجية، حتى يعني الإخوة الفلسطينيين كانوا جالسين، وهذه رسالة قوية جدا. وبالمناسبة يوم أمس رئيس الجمهورية تكلم على قال بأنه يعني ذكر بعض الجهود اللي تبذلها الجزائر لي توحيد الرؤية الفلسطينية. يا أستاذ محمد، احنا عندنا أعراف الدبلوماسية الدولية، احنا عندنا أعراف كثيرة وعندنا احترام من الدول. لماذا؟ لأن دخلنا في قضايا كبرى، دون أن ننسى قضية الرهائن الأمريكيين اللي كانوا محتجزين في إيران سلموا عن طريق الجزائر، هذا يحسب للدبلوماسية الجزائرية. قضية العراق وإيران في التسوية، هذا يحسب للدبلوماسية الجزائرية. قضية إريتريا وربما وإثيوبيا كذلك، هذه تحسب للدبلوماسية الجزائرية. احنا لنا أعراف من خلال لم، وبالتالي دائما نقف على مسافة واحدة بين الخصوم. احنا هذا اللي خلى الناس تحترمنا، أننا لا نستطيع أن نميل إلى إلا في إطار المواثيق الدولية أو الأعراف الدولية أو القانون الدولي اللي يمكن يخلينا أننا نمشي لجهة معينة. من غير هذا احنا دائما كجزائر في الدبلوماسية وأعرافنا أننا دائما نقف على مسافة واحدة أو على بعد واحد بين المتخاصمين، وبالتالي هذا يعطينا قوة من خلال تحاورنا. الشيء اللي كان في ذلك اليوم أنه موجود ربما بين حركة فتح وحركة حماس، بين السلطة وحركة حماس، ربما أكثر من عشرية لأنهم لم يتلاقوا، أكثر من عشرية أنهم لم يتلاقوا، وبالتالي تلاقوا هنا في الجزائر، وكان فضل السيد الرئيس أنه صافح بيناتهم ولاقى بيناتهم. وهذا من خلال إيحاء في الخطاب الأخير، قال أن لا يمكن أن تكون القمة العربية منعقدة في الجزائر بدون مصالحة فلسطينية، وكان أشار إلى جميع الفصائل الفلسطينية يمكن أن المجهود الدبلوماسي أن تكثفوا لكي المصالحة تأتي. سيكون لقاء للفصائل يعني قبل القمة العربية في نوفمبر، إضافة إلى يعني حرص الرئيس على حضور سوريا كذلك تكون حاضرة في الجامعة العربية. وهناك نقطة كذلك مهمة جدا أستاذ مسعود، وهو صدقية الدولة ومصداقيتها ويعني وقيمة الدولة وحتى سمعتها لدى الدول الأخرى، يعني سواء ليبيا، مالي، نيجر، دول الجوار، تونس وغيره. هذه المصداقية هذه وهذه السمعة الطيبة للدولة حتى في علاقاتها الاقتصادية، هل في تقديرك هذه السمعة الطيبة للجزائر تسمح لها لعقد شراكات اقتصادية مع دول كثيرة؟ يعني الآن يتكلم الرئيس على علاقتنا بإيطاليا، بتركيا،
بدول أخرى تريد أن تستثمر في الجزائر؟ علاقتنا السياسية وكذلك مجالنا وعملنا الدبلوماسي إرثنا التاريخي يخلينا نحسن، ربما يخلينا نكسب ثقة الآخرين من أجل إبرام شراكات اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا في الأعراف الدولية. اليوم أصدقائنا بالأمس يجب اليوم كذلك أن يبقوا ومدعمونا ولقيناهم في وقت الشدة. اليوم كجذر ذلك إحنا كجزائريين دائما نعترف للآخرين بما ربما قدموه لنا. إيطاليا في ربما السيد الرئيس كان يتكلم بقوة أن الإيطاليين راح نروحوا معهم شراكة بعيدة وشراكة كبيرة، خاصة في الاقتصاد، في التركيب، في السيارات، في إلى آخره، من نوع الاستثمارات التي يمكن أن تقوم على شراكة رابح رابح. إحنا دائما إحنا نمشوا ربما قضية رابح رابح، إحنا الراعي لمصالحنا، مصالحنا لكن مصالح الآخرين تضبطها بيناتنا اتفاقيات. سامحني، هم يقولوا إنه ألمانيا هي لازون إندستريال دو لوروب، استدير في أوروبا المنطقة الصناعية تاع أوروبا هي ألمانيا، ولكن في البحر الأبيض المتوسط المنطقة الصناعية هي إيطاليا. فعلا هي إيطاليا من حيث الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتنوعة جدا، مجالات مختلفة جدا. هل في تقديرك شراكة هذه اللي راح نعقدوها مع إيطاليا، خاصة في ظل التشابه بين المؤسسات الإيطالية القائمة على الشخص الوحيد، العائلة كذا، وبين الجزائر مؤسسات الناشئة؟ نعم، هل في تقديرك هذا التقارب الجزائري الإيطالي راح تنعكس نتائج تاعو عن قريب وتظهر نتائج تاعو عن قريب ويكون مفيد للجزائر ومربح للجزائر؟ كما قلت لك أن مع الإيطاليين تربطنا علاقات وعلاقات قوية. إيطاليا معروفة سواء في الصناعات الثقيلة أو الخفيفة وخاصة في الكهرومنزلية، هي اللي معروفة في الجزائر الصناعات الكهرومنزلية اللي موجودة على المستوى الإيطاليين. وبالتالي الإيطاليين هم عندهم تنوع من خلال الصناعات التي يقدمونها سواء البحر الأبيض المتوسط أو أوروبا إلى غير ذلك. وبالتالي إحنا كجزائريين لما علاقتنا المتميزة مع إيطاليا هم غير في الموضة لا مود، في الموضة يدخلوا ملايير الدولارات يعني من السلع اللي يبيعوها الخارج، في النظارات فقط يدخلوا ملايير الدولارات يعني. فإيطاليا قلت لك هي المنطقة الصناعية تاع البحر الأبيض المتوسط. فعلا احنا يجب علينا ان من خلال هذه العلاقات المتميزة، ربما احنا دائما نتذكر الناس اللي داروا فينا الخير. من بينها ربما ماهوش هذا سر، ولكن العالم كثير من دول العالم قاطعتنا في المرحلة في العشرية السوداء. إيطاليا بقت إطاراتها طائراتها تنزل على مطارها وارب ومدين. ربما هذا موقف يحسب لها. اليوم احنا تربطنا معها علاقات وعلاقات متوازية، حتى في الثورة هي دعمتنا من خلال ماتي هو اللي كان يدعم في الثورة الجزائرية من خلال مواقفه اللي وجه الثورة، هي مدعمة لنا دائما، تدعمنا في جميع المواقف. وبالتالي احنا اليوم ربما تقوية هذه العلاقات من خلال ذهاب السيد الرئيس إلى إيطاليا إلى إبرام اتفاقيات كبيرة وكبيرة جدا على مستوى خاصة الصناعات اللي كان تحدث عليها سواء في تركيب السيارات أو المركبات إلى غير ذلك، هذه كلها أمور كذلك ويجب استغلال إيطاليا. وقال كذلك تكلم على البواخر، ولكن هناك شراكات كثيرة مع الإيطاليين، قال مئات والكثير يعلم هي تعمل في صمت. الإيطاليين يعملوا في صمت، قال أنها شركات بالمئات موجودة في الجزائر تعمل ولا أحد يعلم أين هذه الشركات، ولكنها تعمل وتعمل في صمت. وبالتالي تقدم هناك شراكة تعطينا ربما فائدة أخرى، فائدة ربما اقتصادية أخرى تضاف إلى الوطن. وبالتالي اليوم احنا مجبرون ليس فقط على مستوى إيطاليا، اليوم كذلك احنا ربما اللي تفطنت عليها الدولة الجزائرية ومن خلالها وعلى رأسها السيد الرئيس أن تنويع شراكاتنا. احنا ما نبقاوش راهين الأحد سواء للشريكنا التقليدي أو لغيره. ربما اليوم ننوع اقتصادنا مع جميع الدول لكي لا نبقى راهين لأحد، ربما أنها تبقى ربما هي إحدى المساومات في المستقبل. وبالتالي اليوم دخلنا مع إيطاليا، البارح كنا مضات ربما الحكومة مع الحكومة التركية 15 اتفاقية، وبالتالي هذه
شراكة أخرى يمكن أن تضاف إلى الاقتصاد الجزائري وتعطينا دفع آخر، وبالتالي هذا التنوع يعطينا ربما فائدة من خلال هذه الاستثمارات اللي راهي نطمحوا لها، سواء تتحقق على المدى القريب أو المدى المتوسط أو المدى البعيد حسب ما خطط لها. يوم أمس كذلك رئيس الجمهورية عرج على مسألة مهمة جدا متعلقة بالفلاحة في الجزائر، قال بأنه الفلاحة في الجزائر هي مهنة اجتماعية، بمعنى أنه ما زال لم تصل تلك الدرجة من الاحترافية ومن، وهذا صحيح يعني الكل في الجزائر يجمع على أنه عندنا خيرات كبيرة، عندنا إمكانيات كبيرة، ولكن المردودية تاعها قليلة جدا. وقال بأنه نحن بصدد إعادة هيكلة القطاع الفلاحي هذا، وأعطى معلومة أنه ممكن أن نصل في بعض المواد إلى الاكتفاء الذاتي. يعني فعلا الأستاذ محمد فيما يخص المجال الفلاحي، احنا كلما عملنا في السنوات ربما الماضية على ربما أنها فلاحة تجارية فقط، أننا نتجبش نبيعها وليس نعمل على استراتيجية معينة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي. احنا بتنوع ربما جغرافيتنا سواء في الشمال على مستوى الساحل، سواء في مستوى الهضاب العليا وكذلك على مستوى الصحراء، كل هذه أرضنا وأرضنا شاسعة تخلينا ليس نكتفي ذاتيا إذا عملنا بجدية، إذا عملنا باستراتيجية، إذا سطرنا نفوسنا أهداف معينة ومشينا بكل جدية ورايحين نحقق ليس غير الاكتفاء الذاتي، نقدر حتى ربما نصدر. ولكن يجب علينا كذلك احنا كجزائر من الجزائر أن نراعي لنفوسنا أننا نمشي بصدق ونمشي ربما بحزم قال لأهداف معينة يجب تحقيقها على المستوى الفلاحي، وبالتالي اليوم ما تبقاش وحدك بارك، يجب كذلك إشراك. ربما لماذا لا إشراك ربما الشركاء اللي راهم ناجحين في الفلاحة على مستوى ربما لكي يعطي ديناميكية أخرى، يعطينا التجربة نتاعهم، وبالتالي كل يستفاد، وبالتالي نعودوا راح نقدموا شيء اللي يخلينا نكتفي ذاتيا ولما لا قد نصدر إلى ربما دول أخرى. هو حتى الإيطاليين أستاذ يعني بارعين في المجال الفلاحي، في المجال الفلاحي بارعين كثيرا في المجال الفلاحي. نمشيو إلى مسألة أخرى ربما أنت أستاذ يعني جربتها وتعرفها جيدا. تكلم رئيس الجمهورية أمس على قضية البيروقراطية، يعني أدرك أنه البيروقراطية يعني لا زالت في الجزائر تشكل عقبة دون يعني دوران العجلة، عجلة التنمية كما ينبغي. سبق لك أنك كنت رئيس بلدية فعلا وتعرف البيروقراطية جيدا. يوم أمس زميلك لا اقترح واحد الاقتراح هكذا في النقاش، قال أنا لما كنا نتكلموا بصدد الحديث على التعديل الحكومي، قال بأنه درنا مقترح، هو كنائب در مقترح، من حقكم ديروا مقترحات. أكيد. قال درنا مقترح أنه فصل وزارة الداخلية الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية، يعني الجماعات المحلية تعنى بالتنمية وبمشاريع القطاعية وغيره، وزارة الداخلية تعنى بمسائل شبه أمنية يعني والأمنية. أنا لا أسألك ما رأيك في المسألة، ولا ربما هذه نظرة محترمة جدا هو عليها كما يقولوا، ولكن أنت كيف تشوف أستاذ قضية القضاء على البيروقراطية؟ اليوم هناك كثير من الجزائريين يقول لك الرقمنة كفيلة بالقضاء على البيروقراطية، هل هذا صحيح؟ يعني والله تقدر نقول لك ربما هو تحدث عليها السيد الرئيس أن قضية البيروقراطية في الجزائر هي معشعشة كما يقولوا باللغة العامية تاعها، يعني عقلية ثقافة وعقلية موروثة عن النظام الاستعماري السابق موجودة. ربما أنها القوانين كذلك لم نذهب إلى جودة قوانين سلسة تخفف على المواطنين والمواطنات، نذهب إلى الرقمنة. هناك جهود بذلت، أنا جايك أستاذ في مسألة الوثائق، هناك جهود تبذل. راني جايك أستاذ، ربما بتدرج فقط، هذه كلها كانت موجودة، ولكن هذا لا ننكر أن هناك مجهودات بذلت وأعطت ربما نتائج ونتائج ملموسة. لما في سنوات ربما 2014-2015 ما عدناش لاكارت بيومتريك، ما عدناش البيرميت كوندوير بيومتريك، ما عدنا حتى حاجة بيومتريك، كنا انت بالوثائق العادية ونروح للدولة الإفريقية هنا موجودة، كنا ربما نزايد عليها أنها عندها وثائق بيومترية. لما كانت النية موجودة، كانت العزيمة موجودة، النتائج تحققت، وبالتالي خلال 6 أشهر استطعنا أننا نحرر تلك الوثائق البيومترية ونحرر المواطن من كاهل من ذلك الملف البيروقراطي الوثائق الكثيرة. اليوم
بيتك تقدر تحصل عليها. الشيء كذلك اللي لفت انتباه للسيد الرئيس ربما اللي قال وقال ان نحرر الاقتصاد من الاداره، هذا شيء جميل وجميل جدا، نخلي المؤسسات تبرم فيما بعضها، نحررها نخلي الاداره تعمل عملها الاداري فقط. ان اليوم العراقيل قلت لك البيروقراطيه موجوده كثيره، الحواجز موجوده، كلها انها ثقافه موجوده، ولكن هذا ما معناتهش ان رانا نسودوا في الوضع، ربما اننا ننكر ما انجز، كل شيء منجز انه يجب تثمينه. اليوم نثمن اننا رانا تقدمنا، ولكن هذا لا يكفي، بمعنى ان كذلك حتى رقمنه الاداره لا تكفي وحدها، لازم كذلك دورات تكوينيه، ربما تحرير الإطار البشري وكذلك تكوينه، الإطار هذا يجب نحفزه نعطيه له تكوين نعطيه، وكذلك نضبطه بقوانين يجب كذلك، لأنه إذا ما ضبطش الشيء بقوانين وتطبيق سلطان القانون الأمور تتسيب. إحنا اليوم يجب تحرير هذه، ربما خلي حرية المبادرة، نحرر الإدارة خليها تعملها إداري فقط، الشراكات الاقتصادية خليها اقتصادية فيما بينها، وبالتالي نعطي رقابة أكثر ربما للعمل الإداري، كلها هذه تعطيك تحسين عمل إداري، وخاصة ربما لما نقول إحنا ربما كانت لنا مع وزير الصحة قلنا له يا ولدي إذا كان الشيء اللي راه موجود المرض راه موجود في ربما في الاستعجالات في الاستقبال، المواطن المريض لما يجي يلقى أول نقطة اللي هي الاستقبال في المستشفيات، هذه هي النقطة السوداء، كنا قلناها للوزير الصحة قلنا له يا ولدي حسنوا الاستعجالات حسنوا الاستقبال بعدها الأمور تمشي عادية. نفس الشيء بالنسبة للإدارة، الإدارة إذا حسنت الاستقبال المواطن وحسن المواطن أنه في أريحية، والله غير راح يصبر معك ويعطيك حتى الوقت وربما يعجبه الشيء. أما تلاقيه بهذه الكلمات اللي ما هي ما لازمش تكون، وانت في تمثل الدوله انت سيوزات انا جوند ليطا راك ريبريزونت ليطا، تمثل الدوله في حد ذاتها وتجيه بكلمه اعرف حدث لي مواطن حدثني ربما في الاونه الاخيره قال لي رحت نسلك في لا فاكتور ديال الكتريسيتي في فاتوره الكهرباء، قال لي قالت لي لا عندك زوج فاتورات، قال لي وانا الدوزيام ما لحقتنيش، قال لي قلت لها لا نخلص واحده وحده راه مازالت، قال لي هي ما لحقتنيش وقالت لي لازم تخلص جوج، قلت له هل تحسب هذا الكلام نتاعها على ثقافه الدوله؟ ربما من العمل الاداري والعمل البيروقراطي هذا، بمعنى انه مندد لهذه الاعمال، ربما لماذا هذه هو اولا من حق مواطن يقدر يخلص فاتوره واحده وانه عنده الحق انه ما لحقتوش، من حقه ما يخلصش ويقطعوا له التنسيتي لا هذا كذا ما خلصش إيه من حقه انه ما يخلصش، من حقه انه ما خلصش إيه؟ وتمنحوا لي الكهرباء يقطعوا له الكهرباء، ولكن هي خرجته على عقله. نعم ان السيده هذه كانها راه تمثل شركه تابعه للدوله الجزائريه انها تعاملوا بالشيء اللي راه موجود بالواقع. يا استاذ سامحني لازم نكونوا يعني نتكلموا بموضوعيه في المسائل هذه، انت كنت تمثل مرفق عام وكثير أكيد. من الجزائريين يمثلوا المرفق العام، في بعض الاحيان حتى الذي يعني يمثل المرفق العام يعيش ضغوطا كبيره جدا يعني صراحه في بعض الاحيان المواطن ياتي بامور غير قانونيه ويقول لك لازم ترجعها لي قانونيه والا يغضب ويولي يقول كلام يطلب المستحيل صواب ولا لا يعني صحيح. حتى المواطن الجزائري صحيح. ينبغي ان يتفهم انه اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع يعني. بالمستطاع صح ولا لا فعلا استاذ احنا ربما كنت حصرنا هذه الامور والله لما كنت اترأس البلديه ربما هي امور بسيطه نعم. ويكبروها وتكبر ويجي المواطن ولكن لما نفهموه لما المواطن تحطه وتفهمه يفهم نعم. اذا ما فهمتوش ما يفهمش صحيح. هذا الشيء هذا هو احنا لغه الحوار ولغه التواصل راهي غير ما نقولش غير موجوده ولكن ناقصه يجب من كذلك أن نتواصل مع بعضنا البعض تتحسن الأمور. اليوم الأشياء أنه ربما قادر كاين إنسان ما شافش مسؤول وربما يقول فيه الكلام ما شاء يقول هو ما شاء ولكن لما يروح يقابله وشو يقول لك لا تتبدل له النظرة وبالتالي اليوم احنا قنوات التواصل وقنوات الحوار يجب أن تفتح مباشرة مع المسؤول وبالتالي هذه التسهيلات ربما نذلل من العقبة الديمقراطية نحل الحواجز البيروقراطية يخلي اليوم أن العمل الإداري يمشي. هل أستاذ مسعود تشعر أنه نحن الآن في الجزائر في مرحلة انتقالية يعني في مخاض ولكن التوجه نحو الأفضل بدأت مؤشرات تظهر يعني تبرز تظهر بدأنا يعني نخطو خطوات نحو مستقبل أفضل يعني هناك بعض المؤشرات أنا من قبل أنت ذكرتهم في الحصة أستاذ
غار جبيلات مثلا انجاز تاريخي وعظيم جدا يعني جداً. نزيد نذكر لك امر بسيط يعني ربما مرة مرور الكرام ولكن ينبغي ان نقف عليه، وهو انه بعثة الحج نتاعنا في الجزائر هذه السنة ما سمعت واحد يشتكي. لا ما كاش، هذا انجاز ينبغي ان نعترف به وان نشكر كما شكر رئيس الجمهورية يوم امس ناس اللي في سوناطرا كم داروا اكتشاف وحدهم يعني. صح فعلا فعلا، احنا ربما مانيش عارف الا من افتخارنا واعتزازنا وعندنا العزة في الجزائريين، حتى عدنا من مش ما نعرفوش، ما نبغيوش نتحدثوا على الشيء الجميل، ما نسوقوش لارواحنا الشيء الجميل. نعم. من المفروض ان الاشياء المليحه والاشياء اللي ندارت نسوقوا لها. نعم. وقال هذا نفتخروا بها، مش غير نسوقوا لها، نفتخروا بها. نعم. باننا عملنا وعملنا حوايج مليحه، عاد وكانه عيب لما نتحدث على الشيء المليح. يعني مليح نتحدثوا على الجزء المملوء في الكاس في شيء جميل. نعم. كل يعني البعض يتحدث على الالجزء الفارغ فقط والجزء. نعم. المملوء هناك جهد مولي هذا الكاس، هذا موجود في كل دول في كل العالم، في كل دول العالم، وبالتالي هذا ربما يخلينا الإنجازات. احنا لا نقول مرحلة انتقالية، وبالتالي اليوم راح ننطلق في جزائر جديدة بتصورات ربما أخرى بآليات أخرى من خلال ربما الإنجازات التي بدأت تتحقق، اللي راهي ربما تعطي نتائج سواء في القريب العاجل إن شاء الله أو على ربما المدى المتوسط، المهم تكون أنها فائدة وخير على الجزائر إن شاء الله. نتمنى ذلك. أشكرك أستاذ مسعود قصرين نائب في البرلمان عن جبهة التحرير الوطني. شكرا جزيلا، نتمنى التوفيق في مهمتكم النيابية، ونتمنى التوفيق لكل عامل، كل واحد يعرق الجبين تاعو على هذا الوطن، يسقي هذا الوطن هذا بعرقه، بعرق جهده وعمله وغيره، واللي ما يقدرش يعمل يعني الدولة تتكفل به وتضمن له حقه، يعني لكل حسب جهده ولكل حسب حاجته كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذا أشكركم مشاهدينا الكرام، برامج بلاد متواصلة، ألقاكم بعد ليس بعد الفاصل ولكن غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.